بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وعليكم السلام ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحمد الله تبارك وتعالى الذي هيأ لنا هذا المجلس لكي نذكر عنده سبحانه وتعالى من الذاكرين له في ملأ في هذه الساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى يقول عز وجل: أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وبناء على عقيدة المسلم والتي تقتضي منه الإيمان بالملائكة، فإن من علاقة الملائكة مع بني آدم بصفة عامة، عليكم السلام ورحمة الله، ومع المؤمنين بصفة خاصة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قلت ومع المؤمنين بصفة خاصة، أن الملائكة تحب من يحبه الله تبارك وتعالى. والسبيل إلى حب الله تبارك وتعالى هو الاشتغال أولا بإقامة الفرائض، وثانيا أن لا ينسى الإنسان نصيبه من النفل من مطلق العبادات من صلاة وزكاة وصيام وما إلى ذلك. فإن كثر من النفل بعد إتقان الفرض فإن ذلك سبيل لمحبة الله تبارك وتعالى له. فإذا أحبه الله كما قلت أحبته الملائكة، وهنا بيت القصيد: ما الجدوى إذا أحبتك الملائكة؟ إذا أحبتك الملائكة فإنها تواليك، والموالاة تقتضي العون وتقتضي النصرة وتقتضي أيضا المحبة. فكما تكون معك الملائكة في الدنيا إذا تحققت بالعبودية لله تبارك وتعالى، تكون معك في صلاتك في صيامك في حجك، بل والله لو أن الناس اتقوا الله لأصبحوا يرون الملائكة لا تستتر عنهم. وقد شاركت الملائكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة في قتال الكفار، شاركت الملائكة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار، وذلك لشرف الصحابة وما حباهم الله تبارك وتعالى بهم من علم وإيمان، وما خصهم بهم من شرف الصحبة. فإذا تولتك الملائكة هاهنا في الدنيا فإنها تتولاك
عند الموت عند السكرات وفي البرزخ القبر الحاجز الذي بين الدنيا والآخرة وتتولاك أيضا في ماذا؟ في الآخرة. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. تتنزل ذكرت في هذا الموضع وذكرت كذلك بحذف التاء في قوله تبارك وتعالى عن ليلة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وسبب عروضي لهذا الموضع مع الموضع المتقدم أن هذا الموضع ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته كيف نزل الملائكة، فصح عنه أنه قال عن ليلة القدر: فلا الملائكة في تلك الليلة أكثر من عدد الحصى. نحن نعلم بأن الإنسان لنا إذا احتضر فإنه يعني يأتي ويحضره كل يعني أهله وعشيرته، حتى من كان منهم غائبا أو مسافرا فإنه يعني للتو يحضر ويحاول أن يلقي عنه أن يلقي عليه هذه النظرة الأخيرة في الدنيا، فيحتشد لديه أهله وكلهم القاسم المشترك فيما بينهم أنهم يحبونه، سواء كانوا إخوانا وخلانا أو كانوا أصحابا وجيرانا أو كانوا من ذوي رحمه، كلهم يحضرون. فيعج بيت الميت يعني قبل موته بالناس، فكذلك بالملائكة إذا كان من الصالحين ملائكة الرحمة يعني يحضرون وينزلون بكتافة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، ويحضرون ويجلسون منه مد البصر، يجلسون منه مد البصر. ثم يعني حتى يقبض ملك الموت وروحه فليتركونها في يده طرفة عين ملك الله، حتى يجعلونها في تلك الأكفان والحنوط التي أتوا بها من الجنة. الشاهد: لا يزال العبد يشهد أنت لهذه المجالس وتسجله الملائكة وتلف جلوسه أو مجالسته الملائكة. إن لله ملائكة سيارة يتتبعون حلق الذكر، فإذا وجدوا بويتهم تنادوا ينادي بعضهم بعضا: أنا ألم إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. فأنت إذا كنت تجالس الملائكة، ولا يمكن أن تجالس الملائكة إلا في مجالس الذكر وفي مجالس الطاعة. الملائكة إذا كان يوم الجمعة تحضر معها سجلات تكتب أسماء من يحضر الجمعة، ولا يسوون بين من حضر الساعة الأولى، فهذا بمنزلة من قرب بدنه، ولا يساويه من حضرها في الثانية، وإن كان يدانيه فقد قرب بقرة، ولا الذي حضر في الثالثة فهو وإن كان يقاربه فإنما قرب كبشا، والأخير قرب يعني دجاجة، وفي بعض الروايات بيضة. لكن إذا يعني صعد الإمام المنبر فالملائكة يعني طوت يعني تطوي هذه الصحف، لأنها يعني لا تبغي بدلا عن ماذا؟ عن حضور مجالس الذكر. الملائكة أيها الكريم، الملائكة هي معصومة عصمها الله وترى من نفسها حاجة إلى الذكر فتحضر مجالس الذكر، ونحن لسنا معصومين ونرغب عن مجالس الذكر. الملائكة لا يتبعهم حساب ولا جزاء ولا عذاب، ومع ذلك يعني لا يستغنون عن مجالس الذكر، ونحن يتبعنا كل هذه الأمور ونزهد في مجالس الذكر. الملائكة من صفاتهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمارون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحقنا أن طئت ما فيها موضع شبر إلا وملك قائم أو سجد لله تبارك وتعالى.
يعبدون الله تربنا. نحن قصرت أعمالنا ونش عن البلوغ إلى ما إلى عمل الملائكة، ومع ذلك نزاد في هذا الخير. الملائكة تترك يعني تسجيل الأسماء وتدخل وتدنو من الإيمان وتحضر الخطبة. معاشر الأفاضل الكرام، لهذا وذاك ينبغي أن أسلم تربيته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ينبغي الناس لا يزالوا في هذا الخير ولا في الأماكن التي يحصلون في هذا الخير، ينبغي أن يرتادوها وأن يحرصوا على شهودها وشهود مجالس الذكر فيها، وأن يدعموها بأنفسهم وبآرائهم الصائبة واجتهاداتهم المخلصة، وأن يدعموها كذلك بأموالهم دعما ماديا ودعما معنويا. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت آية الصدقة وندب الصحابة أن يتصدقوا، جعل الصحابة مما من الله تبارك وتعالى عليه من الصدق والإخلاص، من كان لديه مال ينفقه، ومن ليس لديه مال قال كنا نحامل ونتصدق. كي يمشي يخدم ويهز على كتفه لعباد الله ويشد قراريط صريف ويجي تصدق لي، وثبتوا على ذلك رغم أن الأمر فيه مشقة ورغم أنه كاين طرف الآخر دائما نجده. شنو هو الطرف؟ هو المتبط وهم المنافقون. أش قالوا؟ قالوا إن الله عن درهمي هذا لغني، أش بيدي الله الدرهم اللي بيجيب هذا؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى الذين يميزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. مثل هذه المجالس في مثل هذه الطور قل أن تجدها في العالم، ولا أقول في ولد عياد ولا في المغرب ولا في العالم، نظرا لكثرة الفتن وشغل الناس. حتى من أراد يعني أن يتكسب يعني لقمة يعني يستعف بها وأهلان ما تيجدش، نظرا لكثرة يعني تنافس الناس وشراسة المنافسة في حطام الدنيا، في تحصيل حطام الدنيا. فلذلك لو أراد يعني شيئا يسد به الرمق فإنه يضطر إلى أن يشتغل بالليل والنهار فلا يجد الوقت. فلذلك لا بد أن يجاهد الإنسان نفسه على ماذا؟ أولا على بقاء هذا الخير، وعلى ملازمته، وعلى حضوره، وألا يعني يبيع نصيبه منه كيف ما كان الحال، كيف ما كان الحال لا يبيع نصيبه منه. وإنما نحن في أمثال هذه المجالس نتواصل فيما بيننا بالحق ونتواصل بالصبر، ولا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده الشر منه، هذا نؤمن به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون الإنسان أحوج بالتالي فيما يأتي من الزمان إلى العلم وإلى العمل، ولا يمكن أن يستقل بالعمل بدون علم، لا يمكن أبدا. وذلك لكثرة الفتن، تصارت الفتن الآن تطرق بابك يعني في كل لحظة وفي كل ثانية. يعني هذا الواتساب الآن فتنة، وهو فتنة عظيمة، وسائل الاتصال يعني مواقع التواصل الاجتماعي كلها فتن. لماذا؟ لا يمكن إنسان الآن أن تقول له يعني ما بقيش تفتح يعني الواتساب، ولا تقول له يعني ما بقيش تفتح الفيسبوك، ولو أغلقه دونه غادي يعود يرجع. فما العمل؟ وهو يستقبل يعني الحابل والنابل، يستقبل الخبر الصادق والخبر الكاذب، يستقبل الشر ويستقبل الخير، يستقبل السنة ويستقبل البدعة، ترى فيه الشرك وترى فيه التوحيد، ترى فيه ما تعرفه وترى فيه ما تنكره. فالأمر يحتاج إليش؟ يعني الغربال، يحتاج إلى مناخل هو الغربال، باش تغربل باش تعرف. وكل واحد خص يكون عنده الفلتر ديالو، فلتر ديالك، لأنه ماشي دائما عندك أنت التعبئة باش تعيط على شي واحد من أهل العلم. عافاك الله يجازيك بخير، جاتني واحدة
يعني الرسالة فيها كذا وكذا، ما صحة هذا الخبر؟ ولا تعاود ثاني ترسلوا انت في الواتساب لواحد اخر يعني من طلبة العلم ولا من العلماء، الله يجازيك بخير، يعني واش هذا الخبر اللي كاين في هذه المقالة صحيح ولا ما صحيح؟ شحال قلت لك؟ شحال قلت لك؟ واش غيجاوبك ولا ما يجاوبك؟ قال لي تيرسل يعني مقطع فيه حصيرة، يا وقعد قراه وخصك تقول لي يعني واش هذا كاين ولا ما كاين؟ فإذا خصك أنت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنت يكون عندك الفلتر ديالك، يعني تغربل هذيك الأمور، وباش غادي يكون عندك؟ بعض الناس يظن المسكين يظن، يتسحب من شريحة سيزهد في مجالس الذكر ومجالس العلم ويكتفي باش الفوائد، لأنه داخل في واحد المجموعة، وأنه تيسبط لي الأحاديث وتيسبط لي الآيات، يا أخي الله يهديك. بعدا راه غير الحديث هو حديث صحيح وغادي تصيفطو، راه السياق فالصيفطي يقدر يكون يعطي واحد التفسير ليس تفسيرا له، عاد زيد عليه يقدر انت تفهمو فهم منكوس، عاد زيد عليه يقدر يكون الحديث ضعيف، عاد زيد عليه يعني العمل يعني كيف جرى العمل على هذا الحديث، وعاد زيد عليه فهم السلف لهذا الحديث، وامور كثيرة جدا. فلذلك بعض الناس يتلقى الحديث من مثل هذه الوسائل كما لو تلقى يعني خبر فيصدقه، ويصدق يعني هذا بما انه قبل من الكلام قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص راه هو هذاك راه الحديث. فلذلك معاشر الافاضل الكرام لا غنى بنا رحمك الله عن هذه المجالس، لا بد مهما بالغ يعني باعك في العلم وفي العمل والاجتهاد في الطاعة وفي الاستقامة العكس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررت برياض الجنة فارتعب، العكس واش الإنسان تيكون عنده العلم وتيكون عنده عمل وإيمان واش يالله تيزيد تيتشبت بمجالس الخير، يالله تيزيد تيتشبت بها أكثر، لأنها هي روحه وهي غذاؤه وهي نفسه الذي يستنشق وهي الماء الذي يشرب وهو الطعام الذي يتغذى عليه، فلا يمكن ابدا يعني انه يسمح فيه ولا انه يستغنى عنه في لحظه من اللحظات. هذا يعني عثمان رضي الله عنه وارضاه، وما ادراك ما عثمان، فاش يعني ذبحوه المجرمين يعني الدم ديالو سال على المصحف، يعني في كل لحظه هو يهز المصحف تيقوم به بالليل وتيعمل به بالنار وتيحكم به الامه. ها فلما يعني مات سال الدم ديالو على المصحف، وهو الذي قال يعني قوله يعني مشهوره لو طهرت قلوبنا ما شبعت من ذكر الله، يعني قال يعني حسن بن ثابت لما مات قال ضحوا باشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وتكبيرا، هذا الشيء هو اللي تيدير، وحتى يسجد امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي، فالأمر خطير وخطير جدا. فإحنا الآن عندنا فتن كثيرة جدا، عندنا فتن شهوات مفتوحة مفتوحة يعني مباشرة وغير مباشرة، عندنا فتن شكوك وشبهات كثيرة من جهة أهل النفاق ومن جهة أهل الكتاب ومن جهة الوثنيين ومن جهة عباد القبور ومن جهة إيش من جهتين المنافقين، يعني فتن كثيرة وشبه عريضة، وعندنا فتن يعني فيما بين المسلمين أنفسهم، ثم بعد ذلك الإنسان يعني يزاد. النبي صلى الله عليه وسلم لا قال بادروا زراب إلا بغيتي دير شي خير وتحصلوا طلب علم ولا عمل بعمل، بغيتي دير شي حاجة زراب إلا بغيتي دير شي حاجة، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، هذا الشيء والله تحيك الله تتشوفه، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل.